أفاعي سيد الدخيل الكل سمع بها، هي أنواع وأنواع خطيرة جدا تنتشر بالمزارع، وصل عددها يمكن قارب 2000، لكن أكو حملات تقضي على هذه الأفاعي. لكن حسن هو شخص يحاول إنقاذ الآخرين من خلال أنه تعود على لدغة الأفاعي. خلينا نتابع حسن شلون تلدغ الحية في أفاعي سيد دخيل من خلال تقرير للزميلة من الناصرية تقوى حقي. حسن، بما أنه يعني انتشار الأفاعي في سيدة خيل، يعني هذا الموضوع سبب خوف عند الناس، شلون يكون يعني عملك كتطوعي بأنه تستخدم أو تهدي دمك كمصل؟ بالمناسبة هي قضية التبرع بالدم باعتبار الدم بمصل موجود، يعني مادة مضادة للسم. أنا ما أقدر أنطب كل فترات الدم، يعني أنت تدرين أنت مثلا إذا كانت الـ HB مات الإنسان 16 أو 15، خلينا نقول 15، من راح ينطبطل راح تنزل القيمة أو نسبة الـ HB إلى 13 أو 14. فإذا تعرض شخص آخر للدغة أثناء شهر ما يقدر ينطي. يعني أنا انطيت مرة من المرات اللدغة الطفلة، وعند الصورة تراودكم إياها قبل شوية اللي شادي لها 4 كانولات، انطيتها بطل دم. بالمناسبة كانت الصدفة جيدة أنه الفصيلة بي زائد نفس فصيلتي، فانطيتها بطل دم، رجع وضعها يستعيد. هي أصلا كانت فاقدة دم وهي ناصفة، فأول مرة أجاها دم تعويض، والدم بي مادة مضادة يعني ساعدتها بالتخلص من هذا السم أو مقاومته. وراها بشهرين اللدغ طفل، وأيضا كانت لحسن حظها أيضا كان بي زائد. سولف لي عن الأفاعي اللي موجودة هنا عندكم. موجود هنا حي سيد خيل هنا عندنا بكثرة، فهنا ننظف على بالنهر، طلعت هنا على الجرف بثي وقرصتي على النهر. دائما نشوف على النهر خلال 25 يوم انا داخل المستشفى، نزفت كرمال من البولي من حلقي، يعني اثرت عليه، اثرت بي هاي القرص هاي الحي سيد خيل. يعني شلون تلقاها موجوده باستمرار لو امشي وش حقت؟ يعني هيك ايش حقت شلون هذا سيد حطت هي خلاص انقرصت وتدخل جوا عندكم بالبيت؟ هي تدخل الجو بالبيت. شلون يعني ما تسبب لكم رعب؟ لا طبعا سبب رعب. باعتبار هي سامه شلون تعاملون وياها؟ شلون تقتلوها؟ تشوف انه عصا نقتل. والاطفال ما يخافون منها؟ طبعا يخافون الاطفال، شو ما يخافون منها. يعني كم مره لقيتوها بالبيت؟ اي والله لقينا هوايه، عدة مرات لقيت. ما تقرص اذا تدخل البيت؟ لا ما تقرص، الا واحد ياذيها ويحرجها ويطقها. يعني اكثر شيء وين تلقونها؟ بالزوايا؟ اكثر شيء بالزوايا، بالغرف. جو الفرشاه، جو البوفيه، جو الغراض، جو المبرده. يعني وياكم عايشه؟ عايشه وياك. بس احنا قاعدين اكو جوان؟ لا لا ما احنا ماخذين فكره انه في سيد خيل افعى وحده الايكس كارنتس، لا عندنا راس الجمل افعى سامه زين او سمين. كلهم سامه؟ لا لا مو كلهم، عندنا الايكس كارنياتس، عندنا افعى السيور سامه قاتله، عندنا متسابقه الوديان هاي عكس الايكس، هاي تخثر الدم تصير انسداد، وعندنا نوع واحد فقط مو سامي اللي هو الساند بوا، هي افعى الرمال الملساء ما تكون حرشيه فيها، هاي راسها صغير جدا، ولكن ايضا رغم انه غير سامه ولكن تحمل انواع البكتيريا الاميبيا والسالمونيلا. يعني كل الحالات هي ملوثه ولكن نعم. هسه احنا شفنا انه شلون عضتك هذا النوع، هذا النوع اللي هو نوع راس الجمل، هذا اقل خطوره من الايكس. الايكس لا يكون في حجمها كبير، حجمها ضخم وتحمل غدد سميه وعندها انياب خلفيه تحاول من تلدغ تحاول تقرب حلقها باسرع وقت على مود تلدغ بالانياب باخير فمها على مود تزرق كميه السم تقضى على الفريسه. وبالمناسبه هي ما لدغتنا بالبدايه، لمن انا يعني مو عدائيه، مو مثل الايكس، الايكس ما تسمح للشخص من الاقتراب منها نصف متر تلدغه. هسه كم يعني كم لدغه لدغتك؟ 3 لدغات حسب التصوير اللي شفتوه، كانت لدغه هنا ولدغه هنا ولدغه، نعم كان لدغه هنا هذا النابين هذا بس نابين. ايدك بيها صفار يعني هذا
بعد ما اعرف يجوز. يعني انت تاثرت اكيد اكيد هو لازم اعراض سلبيه وان كانت بسيطه، بس هذا التعقيم يعني عقمتها. هاي هنا كان نابين وهنا نابين وهنا ايضا نابين. يعني انت جسمك مقاوم تماما للسم؟ هو السم هسه حتى لا دخل بالسم ما راح يشتغل هسه. الحركة أو الارتباك بسبب اللدغة فقط، بس كمهاجم من الجهاز العصبي والجهاز التنفسي هاي راح تكون احتمال باكر تبدي مثلا. بس الإنسان المتعود عليه الجسم هسه تلقائيا، هسه أنا عندي آلام بدت وين؟ بالغدد الأنفاوي، لأنها باعتبار اشتغلت هسه جاي تقاوم تشوف أنه شنو الجسم الغريب الدخل. من راح يدخل الجسم تكتشف أنه موجود سابقا هذا. أنت يعني تستخدم لنفسك علاج حتى؟ والله ما عندي، كان فقط مصل عقارب استخدمته مرة أو مرتين بس. ايضا قلت لك انه كانت اول لدغات بعدين صارت طبيعيه. يعني الاسبوع الماضي متعرض الى لدغه عقرب، قبل تقريبا 10 ايام او شهر تعرضت الى لدغتين العقرب، كانت طبيعيه جدا ما اشوف بها تاثير نهائي. شفت الافعى انه تلد، يعني شوف التطور الجيني بها، تخلي بيوضها بداخلها على مود لا تطرح البيوض والبيوض تعرض للكسر، تخليها بداخلها الى ان تفقس وتطرحها افاعي. يعني هذا مشي خطر زين. وكل افعى يعني عندي اقل انجاب للافاعى اللي كانت عندي باحواض في مناطق مختبريه خاصه مختبرات 10 افاعي. يعني اتوقع اذا كل وحده تجيب 10 يعني العشرة يصيرن 100 زين. احنا قاتلين 2000 يعني حسبين بعد كم مليون يصيرن زين. فكل ما جاي نقتل جاي نحد من هذه الافعى، والان بصراحه اقل عدد الافاعي، ولكن الخطوره ليس بالعدد وانما دخولها الى المناطق المأهوله بالسكر.